الحياه هي المجله النسويه رقم 1 في الجزائر وهذا صافي اكثر من 10 سنين. قررت اليوم باش تجسد لا فيرسيون ماغازين ديالها اون فيرسيون تيليفزيون وهذا من خلال حصه اسبوعيه واسمها ديريات ماغ. حصه ديريات ماغ راح تقدم لكم نتوما محبي الموضه افكار متنوعه باش تكونوا دائما على باج. وثاني راح نتكلموا على الطبخ سواء كنتوا ديكوردون بلو ولا دي سامبل اماتريس دو كوزين. بدون شك راح تشوفوا معنا دي زاستوس اللي يخلوكم توفقوا في الريسيت ديالكم. في الاخير حصة ديريات ماغ راح تطرق في كل عدد الى روكن بورتري وراح نشوفوا اشخاص خطفوا اندرنا بموهبتهم ولا باحلامهم ولا حتى بطموحاتهم اللي ما عندهاش حدود. بلا ما نطول عليكم نروحوا نشوفوا السومير تاع حلقه اليوم. لي فوسيل سي غلامور. هذا الاسبوع راح نقدم لكم دي زاستوس باش تقدروا ديروهم بطريقه سهله. وصفه اليوم هي كيفيه تحضير اون فيغين غاسترونوميك واللي تقدروا تفاجئوا بها ضيوفكم. ديريات ماغ تنقلت للشارع وقامت بصبر آراء حول المرأة. في روكن بورتخي رايحين نتعرفوا مع تين هنان على فن جديد واللي هو لو كوسبلاي.